أنا أشرح طرق حماية المحركات الثلاثة. إذا three methods. في عندنا three methods of motor protection. الطريقة الأولى اللي شائعة جدا إنه يكون في عندي thermistors in the windings أو in the stator windings. إذا نكون دقيقين. ستيتر وايندينغ بنكون حاطين ثيرمسترز وعادة هنا 3 فيز راح يكون في عندي 1 ثيرمستر بير وايندينغ وعادة الثيرمستر بتحمل لحد درجات حرارة تقريبا 250 وهو مناسب جدا لهذا التطبيق لأنه المحرك من الداخل زي ما حكينا بتتذكروا درجة حرارته في داخل المحرك مش على سطح الخارج في داخل المحرك ممكن توصل لحد 150 أو 180 هيك بكون مصمم المحرك 130 أو 180 فإحنا إذا جبنا ثيرمستر مناسب ياخذ درجات حرارة أو يقيس درجات حرارة لحد 250 وتذكر إن الثيرمستر له نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت فبتنزل مقاومته مع ارتفاع بدرجة الحرارة العادة بنوصل هدول الثيرمسترز الثلاثة إن سيريز وبيطلعوا على أطراف المحرك من هون R theta تغير درجة حرارة تغير مقاومتهم من هون المقاومة هاي بندخلها على ريلي خاصة والريلي هاي بيكون فيها أصلا فيها هيستريسس فبتعطيني عادة نورمالي أوبن بتعطيني عادة نورمالي كلوز وهدول ممكن أوديهم للـ PLC أو للهاي إذا بصير عندي درجة هلا إذا وصلت درجة حرارة بدها فترة لا ترد تبرد فالهيستريسس مثلا وصلت فرضا افرض انا فصلت وحطيتها تفصل على 180 تفصل على 180 راح ترد تنزل مثلا 175 لا ترد تشتغل مره ثانيه وتتحرك وهون في دائره الكترونيه بتيجي من نفس والثيرمستر عاده نستخدمه اذا عندي مثلا بدي اكمل الجوب اللي كنت بعملها يعني اذا السيستم عاده ما بوقف السيستم فجاه هاي مش امرجنسي يعني درجه الحراره مش امرجنسي زي فيش عندي شورت سيركت او شيء فمثلا اذا كان السيستم بده يخلص رحله مثلا او بده يخلص شيء معين بخليه يخلص عاده وبعدين بمنعه يعمل ريستارت لحد ما ترجع درجه الحراره مره ثانيه. الطريقه الثانيه عندنا ثيرمال بروتكشن. والثيرمال بروتكشن مبنيه على مبدا تراكم الانرجي اللي هي جولز. اذا بتراكم عندي كميه معينه من الجولز في ماده بيرتفع درجه حرارتها. فاحنا هون عندنا بنحط ان سيريز مع المحرك وعاده الرمز تبع الثيرمال بروتكشن بيكون هذا الخط زي هيك بعرفش ليش هيك شائع جدا انه يكون الثيرمال بروتكشن يكون خط بزوايا قائمه زي سكوير ويف فبنحط ان سيريز مع المحرك ثلاثه من هذول اذا كانوا 3 فيز موتور وهذول بعدين هلا هذول في بداخلهم باي ميتاليك ستريب الباي ميتاليك ستريب معموله من معدنين ديسيميلر ميتالز رح يصير في عندي تراكم في الطاقه بهدول بيشبه تراكم الحراره اللي بيصير في المحرك فهي مبنيه على مبدا اي سكوير ار لانه عندي هدول في لهم ريزيستنس معينه فتراكم اي سكوير ار لاحظوا اي سكوير ار وحدتها واتس اللي هي جولز بير سكند اذا ضربتها في تي رح تكون وحدتها جولز اللي هي كميه الطاقه الحراره هاي اذا اثرت على هدول اللي موجودين هون راح تبدا ترتفع درجه حرارتهم بشكل يشابه التغير في درجه الحراره في المحرك، يعني كنا احنا عم نعمل زي موديل خارجي للمحرك، عمالنا بنقول ما دام هذول مر فيهم هذا الكرنت اذا احتمال كبير نفس الشيء بنفس المقدار او بمقدار مشابه ارتفعت درجه حراره المحرك. فالثيرمال اوفرلود هلا الثيرمال اوفرلود او الثيرمال بروتكشن بشكل عام مناسب للمودز اللي لها هاي ستارتنج كرنتس. ما بدي يفصل هذا، فإذا صار عندي هاي ستارتنج كرنت لفترة زمنية قصيرة، إذا هو سوتبل فور لودز وذ هاي ستارتنج كرنت، زي ايش؟ ايش اللودز اللي لها هاي ستارتنج كرنت؟ محركات، ترانسفورمرز، هذول مش سنسيتيف. في حين مثلا احنا ما غالبا ممكن يكون عندي مشكله اذا كان هذا فيري سلو يحمي اشياء زي السيمي كوندكترز مثلا بس عندي اللودز اللي لها هاي ستارتنج كرنت مناسب لها الثيرمال بروتكشن رح يتراكم عندي الحراره فيها بهذا الشكل واذا تراكمت الحراره بتعتمد اذا على الزمن وبتعتمد على المقدار فلو كان المقدار عالي والزمن قليل ممكن ما يفصل
ولو كان الزمن طويل والمقدار منخفض ممكن ما يفصل، بس اذا زادوا التنين مع بعض ممكن انه يفصل. وبنمثل عاده الثيرمال بروتكشن بهذا الكيرف. هون في عندنا خط، وهذا هون اي، وهذا تي، وهي القاعده العامه دائما بنحط كل الكيرفز هذول بيكونوا على شكل اي فيرسس تي. عاده هذا بيكون لوج كيرف، واظن هذا كمان كان لوج كيرف، مش هيك؟ متذكرين لما شفناه كان لوج، التنين كانوا لوج كيرف. هلا في عندي خط ما بلمسه هذا اللي. في هون اسمت، في اسمتوت ما بلمسوش هذا الخط، هذا اللي هو اي ريتد. فاذا اللود مشي على اي ريتد راح يصير مقدار الحراره اللي بتتراكم في هذا مساوي لمقدار الحراره اللي هو بيخسرها، مش بوصل اكويليبريم؟ مظبوط. على ايش بيعتمد مقدار خسارته للحراره؟ على الجو والهدف، فعلى درجه حراره معينه للجو للغرفه راح يخسر كميه معينه من الحراره. في نقطه اكوليبريم حتى لو اللود هذا ضل ماشي عليها لفتره زمنيه مقدارها انفينيتي ما راح يفصل السيستم. انت راح يبدا يفصل اذا بدا يزيد عن هذا حسب زمن فتره زمنيه معينه. فهون بنشوفه اذا زاد الكرنت راح يفصل على هاي التي، اذا زاد الكرنت راح يفصل على تي اقل، اذا زاد الكرنت راح يفصل على تي اقل. اذا هذا مناسب للود، فلو لود عنده له كرنت عالي بس ما عادش غير لفتره زمنيه قصيره ممكن يتحملها. يعني مثلا لو فرضنا هذه كانت مثلا 10 سكندز وكان اللود هون 150% من الكرنت، اذا هذا ممكن يتحمل 150% من الكرنت وما يفصل، بشرط انه هذا الكرنت ما يستمر لاكثر من 10 ثواني. وهذا مناسب لانه في احمال معينه بعرف انها بتاخذ كرنت في البدايه تبدا هون. اذا هذا الثيرمال بروتكشن. هذا كمان افيلبل انفيوزز، يعني افيلبل هلا ممكن يكون افيلبل ان باي ميتاليك ستريبس جوا بريكرز، ان سيركت بريكرز. ايش ميزه السيركت بريكر على ديفيوز؟ بقدر اعملها ريسيتنج اور اند ان فيوزز. كل مبدا عمل ديفيوز مبني على اساس الثيرمال بروتكشن هذا اللي موجود هون. لو هذا الكير على فكره واحد على اكس واي بتساوي واحد على اكس هايبربوليك كيرف. اذا افيلبل ان باي ميتاليك ستريبس اند ان سيركت بريكرز اند ان فيوزز، هاي كل الثيرمال من هون. الثيرمال مش مناسب للاشياء اذا بدي اعمل ليميت معين على كرنت، ولذلك عند هاي النقطه لازم يكون معي مع الثيرمال بروتكشن لازم يكون في الكتروماجنتيك بروتكشن. قبل ما اترك بس هذول ديفيوزز لهم كيرفز مختلفه. الكيرفز هاي بتعتمد اذا كان الريتنج تبعت الفيوز فيري فاست او فاست. هلا عم بتذكر انا ايش الرمز اللي هون، وتي ودبل تي. هذا فيري فاست فاست، هذا بصير سلو وفيري سلو. وفي هون هون بالوسط انا بحاول اتذكر اظن يمكن ام. هذا هلا هذا مناسب لتطبيقات مختلفه، وراح تشوف الكيرفز هذول مختلفات في الحالات هاي. اذا بدي احمي سيمي كوندكترز وبدي فيوز ايش بستعمل؟ الاف او الاف اف. فبعطيه بسرعه اعلى بكون الكيرف اوطى هون، واذا كان بدي اخفف بكون الكيرف اعلى من هون. اذا استخدمت الفيوز في حمايه السيمي كوندكتر بستعمل الفاست فاست، وراح اعطيك راح اعطيك المانيفاكتشر راح اعطيك الكيرف تبع هذا الفيوز العلاقه بين الكرنت والزمن.